مساء الخير. المره دي عايزين نتكلم عن مرض السكر، اسبابه، اعراضه، ازاي نتعامل معاه وازاي نسيطر على المرض. لو عايزين تعرفوا اكتر عن مرض السكر تابعونا لاخر الفيديو واعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمه الله. بدأنا النهارده هنتكلم عن موضوع السكر، انواعه ايه؟ ايه اشهر انواع فيه؟ ازاي نتعامل مع كل نوع؟ كل واحد فيه اعراضه ايه؟ وبيظهر ازاي؟ وايه هي المشاكل اللي بتنتج عن كل نوع فيه؟ نقدر نفرق بين السكر النوع الاولاني والثاني، نقدر نقول كل واحد يمثل تقريبا كام في المية؟ سكر النوع الاول بيمثل حوالي 10% من اجمالي حالات السكر. بالفعل، عشان كده فعلا السكر النوع الثاني بيمثل الغالبية الكبرى منه اللي توصل لتقريبا 90%. تقدر تقول لنا دكتورة السكر النوع الأول أو مريض السكر فيه بيبقى سماته إيه؟ حقيقة إن مرض السكر النوع الأول بيصيب غالبا الأطفال وصغار السن تحت سن 30 سنة تقريبا، كمان بيبقى من أشهر سماتهم إن هما بيبقوا رفيعين، وده على عكس النوع الثاني. بالظبط، إن السكر النوع الثاني دايما بيجي في سن متقدم شوية، بيعدي ال 40 سنة، وده طبعا أغلب الحالات، وبيظهر برضه دايما نلاقي المريض ده بتاع السكر بيعاني من زيادة في الوزن أو مرض السمنة بتبقى غالبا عليه. وعايزين نقول كمان إن القابلية الوراثية بتبقى أعلى أكتر في النوع الثاني. بالظبط كده. طيب نقدر نقول يا دكتورة إيه الخلل اللي بيحدث يفرق ما بين النوع الأولاني والنوع الثاني؟ الحقيقة إن سكر النوع الأول اللي عندنا في الأطفال بيحصل نتيجة مرض مناعي. يعني مناعة الجسم بتهاجم خلايا البنكرياس الحقيقة لأسباب مختلفة، من أشهرها الإصابة بفيروسات معينة فبتأثر على البنكرياس اللي بدوره بيطلع الأنسولين، وده بيبقى أساسا سبب المرض. وده يمكن على عكس السكر النوع الثاني اللي فعلا الخلل الكبير اللي فيه هو عدم قدره البنكرياس على افراز كميه كافيه تغطي احتياجات الجسم من الطاقه المطلوبه ليه، او الكميه ممكن تكون كافيه لكن ما بتشتغلش كويس، بان احنا بنسميها المعادله الكبيره جدا اللي هي مقاومه الجسم للانسولين المفرز او الانسولين ريزيستنس، ودي دايما المشكله الكبيره للمرضى السكر من النوع الثاني. انا عايز اعرف ازاي الطفل دوت ممكن يجي له سكر، هل كل الاطفال معرضين ان هم يجي لهم سكر، ولا لو كان بيعاني من سمات معينه او اعراض معينه؟ والله هو اشهر اعراض السكر في الاطفال لو الطفل فعلا اصاب بالمرض بيبقى نقص في الوزن، وبيبقى زياده في التبول، وممكن يبقى عندنا تبول لا ارادي. الحقيقه ان الاطفال غالبا الاعراض دي وجع في البطن بتشبه شويه حاجات اسباب تانية طبيه مختلفه، فبيتاخر الطفل على تشخيصه وبالتالي بيجي غالبا بالمضاعفات، واشهر المضاعفات دي هي الغيبوبه الكيتونيه اللي الاطفال بيبقوا فيها وبيحتاجوا يتحجزوا فيها عنايه مركزه للاطفال. عشان كده لازم الاب والام دايما يلاحظوا عيالهم لو في اي اعراض ظهرت عليهم عشان الاكتشاف المبكر للسكر، لان سكر الاطفال من اخطر انواع السكر اللي ممكن يتعرض لها اي انسان، لان المعامله معاه بتبقى معامله دقيقه جدا ومحتاجه يعني فهم كويس جدا من كل اب وام، والطفل نفسه ازاي هيتعامل مع المرض دوت وازاي ان هو يبدا ياخد علاج. طيب والكبار بقى؟ الكبار الدنيا مختلفه شويه، لان الكبار دايما عندهم وعي اكتر، ممكن هم لو في اي شكوى ظهرت عليهم بيبداوا يتجهوا للطبيب بتاعهم، بس هي تقريبا نفس الاعراض من برضه كثره التبول او شرب الميه الكتير والعطش الكتير، او انه يحس دايما ان في اجهاد زياده انا حاسه عن المعتاد عني قبل كده، فكل الكلام ده بيخليه دايما يشك ان انا عندي تقريبا سكر، فمع التحليل بيبدا بقى نظهر او تظبط النتيجه سواء بالسلب او بالايجاب. يا ترى بقى العلاج في النوعين متشابه؟ لا طبعا، لا طبعا، علاج السكر النوع الاولاني مختلف تماما عن السكر النوع الثاني. حضرتك ممكن تكلمينا عن العلاج في السكر النوع الاولاني؟ الحقيقه النوع الاولاني اللي بيجي للاطفال وصغار السن بيبقى علاجه الوحيد هو الانسولين. يعني انا ما اقدرش اديله اي علاج ثاني غير الانسولين؟ لا ما ينفعش ابدا ناخد برشام والكلام اللي الناس بتقوله دوت، لان الحاجات ديت ممكن تؤدي الى مشاكل ومضاعفات كبيره جدا، العلاج الوحيد هو الانسولين. تمام، تقدر تقول لنا يا دكتوره ايه انسب انسولينات ممكن تتاخد للاطفال ديت؟ والله احنا بناخد الاطفال بنحاول نشبه حياه الانسان الطبيعيه، فبناخد نوعين من الانسولين، انسولين بيكون طويل المدى وده بينظم السكر في الدم طول وقت حياه الانسان وهو صايم وهو طول حياته،
تاني حاجة الانسولين اللي بنحتاجه في وقت الوجبات. وفي الاطفال بنحب نقسم الانسولين سريع المفعول على وجبات الاطفال عشان نضمن انتظام كويس في السكر في الدم. طب وبالنسبة للانسولين المشهور جدا اللي هو المكستار او الانسولين المقترب، هل ينفع استخدامه في النوع الاولاني من مرضى السكر؟ لا الحقيقة ده ما ينفعش ابدا في الاطفال، وبيجيب نتائج سيئة جدا ومش مناسب ابدا لحياة الاطفال. يبقى دي اول حاجة لازم نستفيدوا منها، ان احنا نعرف ان الانسولين المكستار او المقترب ممنوع استخدامه في الاطفال، وان الطريقة او الحل المثالي للتعامل مع طفل مريض السكر ان هو لازم ياخد الانسولين طويل المفعول والانسولين قصير المفعول مع كل وجبة ياكلها، وده طبعا يرجع الجرعات بتاعته للطبيب المعالج مع التنظيم مع اهل الطفل نفسه. بالنسبه بقى للكبار العلاج فيهم بيكون عامل ازاي؟ لا الدنيا هنا مختلفه شويه، لان تقريبا السكر النوع الثاني متاح فيه كل حاجه، ممكن نستخدمه جميع انواع الاقراص او نوصل لحد مرحله الانسولين، وده يرجع اختلاف كل مريض ان هو جسمه محتاج ايه، ويرجع دايما لتحاليله والمتابعه المستمره بتاعته مع الطبيب المعالج ليه. بكده النهارده ان احنا نقدر نفرق ما بين السكر النوع الاولاني والسكر النوع الثاني، والحاجة اللي احنا بنركز عليها اكتر ان دايما سكر الاطفال من اخطر انواع السكر اللي ممكن تصيب اي شخص، ودايما نخلي بالنا من المعاملة مع الطفل الصغير اللي مصاب بمرض السكري، عشان خاطر النظام الغذائي بتاعه لازم هيتعدل شوية، لازم يبقى الحرص في تناول انسولين اللي هو احنا قلنا عليه ممنوع تماما الانسولين مكسار في سكر الاطفال، وان الانسولين اللي هيتاخد هيبقى انسولين طويل المفعول مع شركة انسولين مائي مع كل وجبه يتناولها الطفل، وده هيرجع تاني نقول لحضراتكم ان ده بالمتابعه مع الطبيب المعالج ليه. لو عجبك الفيديو اشترك معانا في القناه واعمل لايك للفيديو، ودايما اعمل شير عشان كل الناس تستفيد. تابعونا في الفيديوهات الجايه هنتكلم اكتر عن كل نوع وايه الغذاء الصحي اللي لازم كل نوع من انواع السكر يتناوله كل مريض. هنتكلم كمان على الصيام وازاي نظبط السكر والعلاج مع الصيام باذن الله في الفيديو الجاي. تابعوا.